الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والله بسم الله ما شاء الله، والله السنة في إقبال والحمد لله رب العالمين، والناس حابه تضحي والله، والاسعار مناسبه جدا للجميع. يعني كان ياخذ اربع رؤوس هسه قاعد باخذ بالراسين، اللي كان ياخذ راسين صار ياخذ راس، واللي كان ياخذ راس ما ضحاش السنه هاي، يعني على بلاطه بعطيك اياها. والاسعار زي اسعار السنه الماضيه، يعني ما اختلف شيء. بالنسبه لاقبال المواطنين الحمد لله، يعني شايفين في حركه، احنا الايام لسه الاول ايام، وان شاء الله في اقبال، يعني الناس جايه بتروح عشان جزء شغله العيد اللي ما طلعوا الناس، فصاروا بدهم يطلعوا يشتروا. والله يا اخي يعني مش فرق عن يعني السنه اللي فاتت، تقريبا نفس السنه اللي فاتت، ما في زياده يعني نهائيا حتى عن السنه اللي فاتت، نفس السنه اللي فاتت. والله يا اخي الاسعار متفاوته صراحه من حظيره لحظيره، يعني فيها وحسب الوزن يبيعوا، لكن اكيد كورونا اثرت على الاسعار. والله اسعار الاضاءة مرتفعه بصراحه جدا، يعني بالذات يعني احنا جايين من جائحه الكورونا، حتى الاحجام كمان مش كبيره برضو يعني اسعار جدا مبالغ فيها. والله كحركه يعني حركه عاديه، يعني مش زي كل عيد، عرفت كيف؟ فدائما بكون الاسعار على اقل، بس هاي المره صار العكس. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يا أخي، لا يوجد التزام بالأسعار التي أعلنتها الأمانة، لا يوجد إلا القليل يا ربنا، بس لكن إجمالا لا يوجد. بنحاول نعمل تباعد بين الناس وبنعمل قدر المستطاع طبعا. لا والله ما كان في ولا إجراء وقاية 1%. والله بنحاول نساوي تباعد بين الناس، والمصافحة ما في مفيش مصافحة، وترتيب بين العالم تبعد عن بعضها على أساس موضوع الكورونا اللي احنا فيه في البلد. يعني انت شايف يعني الوضع بده يعني حيطه حذر اكثر من الموجود حاليا، لانه في تقارب كثير يعني بين الناس، ما فيش يعني تباعد زي ما بقولوا تباعد صراحة ما فيش تباعد. ايه طلع انت بتشوف بتلاقي الناس كلها يعني ملتصقة في بعض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله